بنجدد الترحيب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. بروفة قوية للنادي الأهلي يتمكن فيها من الفوز على فريق الجونة بخمسة أهداف لهدفين. أحرز الأهداف في الشوط الأول وليد سليمان، ياسر إبراهيم، ركنية من علي معلول طلع لها ياسر إبراهيم بدماغه وحطها بكل ارتياحية ليحرز الهدف الثاني. والهدف الثالث ضربة جزاء صحيحة تمكن على أثرها محمد مجدي قفشة من إحراز الهدف الثالث. ثم من أخطاء فردية يتمكن فريق الجونة من إحراز هدفين متتاليين. الأولى عن طريق ضربة جزاء والثانية هدف عكسي من أحمد فتحي. يرجع النادي الأهلي بعد كده يسيطر مرة أخرى ويتمكن الأهلي يبدي من إحراز الهدف الرابع. وكان في هدف خامس لمحمد مجدي قفشه. بنعود مره اخرى لنجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن علاء ميهوب، شفت ازاي اداء النادي الاهلي ككل على مدار الشوطين؟ يعني واختلف الاداء طبعا الشوط الاول والشوط الثاني. تغييرات طبعا كتير جدا بس ده امر طبيعي. ما ينفعش في حد يكمل المباراه كلها، لكن غالبا كله لعب 60 دقيقه بالظبط. يمكن الشوط الاول مجمل كره احسن، كان الشكل احسن بكتير، لكن الشوط الثاني يمكن الهدفين حتى مش ملعوبين من الجونه، يعني اخطاء من الاخطاء دفاعيه، يعني ضربه جزاء وفي هدف عكس مع احمد فتحي ويمكن علي لطفي. اعتقد لو كان علي وقف في الجول كان اعتقد يعني كان يبقى اسهل انه يمسك الكره، مش صعبه. لكن الشوط الثاني على فترات الاهلي بيلعب كوره كويسه، سيبك النتيجه طبعا ممتازه 5-2، نتيجه عاليه جدا. وعلى فترات ثانيه الاداء بيقل، لكن الحاجه الملفته للنظر ان فريق جونا يعني نص الشوط الثاني الخطوط كلها تقريبا كانت اتفتحت تماما. النادي الاهلي كانت فيه مساحات كتير جدا ودايما كل الكرات كانت خطر قوي. عجبني اداء محمد مجدي قوي، صحيح عامل الشوط الثاني عامل اداء حلو قوي، عامل كمان الجول الاخير لبادجي حلو قوي، شايف الملعب كويس قوي. سيبك ان في مساحات الخط الدفاع واقف وحش قوي، لكن محمد مجدي عجبني يمكن مكمل وجايب هدفين حتى لو واحد ضرب الجزاء انما مكمل. لا انا عاجبني قوي يمكن محمد مجدي يمكن اكتر لعيب ادى في الشوط الثاني. احمد الشيخ برضو يعني على فترات شويه، لكن هو الشوط ده تقريبا يعني انا عاجبني احمد مجدي قوي. وزي ما بقول لك المساحات موجوده الشوط الثاني كتير قوي بعد الهدف الثاني. ده هدف محمد مجدي تكمله كويسه قوي. والحلو في الجول ده ايمن ان مجدي محضر هيعمل ايه، يعني فاهمني هو واقف وشايف، يعني صح. هو واقف ومقرر هيعمل ايه الكره طبعا لو جات له وعارف هيعمل ايه، لسه مش هياخد وقته ويفكر وكده. عشان كده ما اتلعبت نكمل الصوره، عشان كده ما اتلعبت نكمل مع بعض نكمل الصورة. نكمل يا بيبو. عشان كده بص يا ايمن ما خدش وقت، هو صح. عارف هيعمل ايه ببطن رجله في الزاويه البعيده، حلو قوي. متوقع ان الكره هتجيله، هو متوقع الكره تيجي ودايما محضر، انا يعني ممكن متوقع بس انا مش عارف هعمل ايه بعدها بالزبط. لكن هو محمد مجدي متوقع ان الكره تيجي هنا ومحضر بعدها هيعمل ايه، عشان كده ما خدش وقت. الكره جت بطن رجله سهل جدا، هدف محمد مجدي وكان قبلها ضربه جزاء. الفينش ده بتاع مهاجم متميز اكيد طبعا. طبعا عارف اسال مين غيرك وانا لا ومعانا واحد برضه الراجل مهاجم. سوري كابتن عادل، بالنسبه لكثره التغييرات الشوط الثاني، احنا اول ما شفنا بدايه الربع ساعه الاولانيه قلنا كلنا كتر التغييرات دي احتمال كبير تاثر على الاداء الفني في بدايه المباراه اللي هي الشوط الثاني، الجزء الثاني من الشوط الثاني. طبعا. طيب شايفها ازاي كتر التغييرات؟ لا هي كتر التغييرات في العادي، يعني لو مباراه، يعني المباراه تدريبيه، مباراه جزء احنا اتفقنا ده جزء من الاحمال اللي موجوده في فتره الاعداد، فطبيعي ان
في ازمنه هتتاخد بشكل مختلف، واتفقنا ان اقصى حمل اقصى حد هياخد يعني دقائق ممكن يبقى 75 دقيقه. هو كلهم في 60 في الدقيقه 60 خرجوا وحصل تغييرات. التغييرات توقيت الاهداف هو اللي بين ان التغييرات الكتير غلط. صحيح. التغييره اللي حصلت في تغييره مهمه اللي هي تغييره قفشه وتغييره عربي لما نزلوا اتنين في قلب الملعب لما خرج ديانج والسوليه، بقى عربي لعيب صغير لسه بياخد فرصته وعايز يثبت نفسه مع لعيب مش في مكانه، فهي دي شويه اللي تقدر تقول عندها يعني هي دي اللي ما خدمتش. وفي توقيت الاهداف كمان، توقيت الاهداف ان الهدفين جم ورا بعض على طول بعد التغييره، يعني اول بالزبط. ما التغييره حصلت الجولين جم في بدايه الشوط الثاني في حوالي 7 او 8 دقائق. مظبوط. فهي دي اللي بينت لك شويه ان انت حسيت بالتغييرات، حسيت ان ده في تغييرات حصلت والملعب فك شويه. ولكن التغييره ممكن تستفاد بيها بعد كده، يا تغييره قفشه دي ممكن تستغلها بعد كده، كانت موجوده قبل كده كابتن يعني على مر العصور اللي فاتت المدربين كلهم كانوا بيشتغلوها. ممكن تلاقي لعيب رقم 6 وبتجيب حد بتطلع الديفندر الثاني وبتجيب رقم 10 بتلعبه نمره 8 عشان يبقى عندك زياده. النهارده شوط ثاني كهربا بدأ من البداية يعني بيلعب رقم 10، هو مش رقم 10، هو بيلعب باتنين صراح فيرودين صراح بادجي في الوقت اللي نزل فيه، يعني بادجي وكهربا، ولعب جيرالد ولعب الشيخ 4 ولعب قفشة 8. فدي برضو ممكن في مواقف هتستغلها، يعني كهربا لما بعد الإيقاف بتاعه هتستخدمه بعد كده، ممكن تستخدمه فيرود. وجود برضو نفس الفكره موجود عن جونيور اجايه، برضو ممكن يبقى في فيرود تحتيه جونيور اجايه، بتديك حاجتين، اكنك بتلعب اتنين راس حربه صراحه عندهم المقاومات دي، وفي نفس الوقت لعيب رقم 10 يقدر يلعب رقم 10، هو مش رقم 10 صريح ولكن بيأدي لك الدور، بيقدر يربط بين الخطوط بشكل كويس. فهي الوقت بتاع التغييرات بس هو بتاع الاهداف هو اللي بين لك ان في مشكله في التغييرات. عندنا خساره كبيره، خساره ياسر ابراهيم الاصابه بتاعته، يعني انا شايف ان هي خساره كبيره. هو في الاصابه كانت في انكر رجله وهيروح يعمل اشعه بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله كويس نطمن عليه. ان ياسر ومتولي عاملين ثنائي كويس، وانا شايف ان هم الماتشات اللي ادوها مع بعض ادوها بشكل كويس وكان مردودها كويس. طبعا يعني ده ما يقللش من رامي وايمن خالص، ولكن انا شايف ان دول اقرب، يعني دول يعني لو ياسر موجود هو ومتولي هم عملوا ماتشات كويسه مع بعض وكان في استقرار فيها بشكل كويس والكره بتطلع كويسه وكان في بيدوا مردود كويس. فانا شايف ان ده دول عنصرين مهمين جدا يبقوا موجودين، مع كمان وجود برضو الشكل النهارده ممكن يديك ان ممكن يبقى موجود قفشه في تحت راس الحربه، ممكن يبقى موجود قفشه رمضان جونيور، ممكن يبقى معاهم مروان او بادجي على حسب احتياجاتك المباراه. ولكن في ثوابت تانية خلاص هتبقى موجوده، علي معلول ثابت، محمد هاني ثابت، ديانج والسوليه ثابتين. اعتقد هو المتغيرات كلها لو اصابه يعني لا قدر الله ياسر ابراهيم مش موجود ممكن يبقى فيه عنصر مكانه ايمن يدخل او رامي. فاعتقد يعني انت اخذت اللي انت عايزه من المباراه، التحضير الجيد، وفي نفس الوقت استقريت على 70 او 80% من العناصر اللي انت هتستخدمهم الفتره الجايه. الكابتن هاني الشوط الثاني شفنا مباراه شبه مفتوحه او مباراه مفتوحه خصوصا بعد الهدفين اللي جابهم الجونه، واتيحت الكثير من الفرص لمهاجمي النادي الاهلي. كويس؟ تمام. كان في مشكله في انهاء الهجمات. الهجمات اللي بالكثره ديت مش ممكن نلاقيها مع فرقه قويه. كويس؟ الاستفاده من انهاء الهجمات بصوره جيده. تمام. الشوط الثاني. بص يا كابتن ايمن، هو طبعا ده ماتش ودي، كلنا طبعا شايفين ده ماتش ودي ووارد ان انت تضيع فيه، ووارد ان انت تبقى يجيلك فرص وما تستغلهاش كويس، لان طبعا زي ما كلنا متفقين ان دي يعني زي مش هنقول تمرينه، بس هي تمرينه قويه بالنسبه طبعا لفتره الاعداد او بالنسبه للتوقف اللي احنا فيها، فوارد ان يحصل كده. لكن في ناس استغلت الفرص زي بادجي جاب جول النهارده، برده دي حاجه كويسه برده تتحسب له. مجد قفشه ظهر بشكل كويس جدا، يعني الراجل جاب جولين وعمل هدف اسيست لبادجي جول الخامس. انا شايف ان مجدي قفشه النهارده يعني استغل الشوط الثاني بشكل كويس جدا، اتحرك كتير، ادى لنفسه مساحات، عمل اسيستات كتير، ماشي كويس قوي. طبعا ياسر ابراهيم كلنا طبعا زي ما حضرتك قلت بنطمن عليه ان شاء الله باذن الله بعد ما يعمل اشعه. طبعا
اصابه الانكل دي بتبقى رخمه شويه، بس انا عارف ان ياسر راجل وياسر يقدر ان هو باذن الله يرجع بسرعه. التغييرات يا كابتن زي ما الكابتن عادل قال، طبعا دوري الطبيعي التغييرات كتير جدا، ده ماتش ودي لازم تجرب الناس كلها، لازم تشوف الناس كلها، وزي ما قلنا التغييرات كلها بتتم بعد 60 دقيقه، فده طبيعي طبعا، ما تقدرش ان انت تدي اللعيبه كلها 90 دقيقه حفاظا طبعا عليهم، لان طبعا لسه ما وصلوش لفورمه الماتشات ان انت تديهم 90 دقيقه كامله. الناس كلها اللي نزلت انا شايف ان هم ادوا بشكل كويس. كهربا برضو كان عنده شويه يعني عارف اللي هو عايز يثبت نفسه، الماتش اللي فات كان كويس وكان هايل، فهو مش عايز الراجل يغير الفكره عنه، فتحس ان هو عنده حميه شويه عايز يعمل كل حاجه، بس عايزين يبعد عن العصبيه شويه. ما هي دي يا كابتن اللي بتكلم فيها، هو عايز يطلع كل اللي جواه، فالمشكله ان الوقت ضيق، يعني هو نازل تقريبا في الدقيقه 60، يعني يا دوبك على ما يدخل في جو الماتش وريتم الماتش وبتاع، فبياخد وقت، فهو عايز يعمل كل حاجه. يعني كهربا من نوعيه اللعيبه ان هو لما يمسك الكوره بيبقى عنده يعني هايبر، عايز يعمل كل حاجه، عايز يجيب جوال، عايز يعمل اسيست، عايز مش عارف ايه، فبان عليه النهارده حتى في الفاول اللي عمله النهارده على ال 18. بس هو ماشي كويس، كهربا ماشي كويس، رامي ربيعه نفس الكلام، قلنا قفشه، احمد فتحي نفس الكلام، طبعا علي لطفي بس في الكوره اللي دخل جون بين احمد فتحي ما كانش فيه تفاهم طبعاً. ما كانش فيه، لازم طبعا الاثنين يكلموا بعض. بس طبعا علي لطفي المفروض هو اللي زعق طبعا، لان احنا لعيب الكوره وعارفين ان الجون لما بيطلع لازم صوته يبقى عالي عشان لو في حاجه زي دي اللاعب ياخد باله يعني. لكن مجمل الماتش يا كابتن يعني انا شايف ان هو تجربه مفيده جدا، اللعيبه كلها ادت بشكل كويس باستثناء طبعا هي الاصابه اللي حصلت لياسر ابراهيم، نتمنى طبعا ان هو يرجع بالسلامه، لكن مجمل الماتش استفاده قويه يعني للنادي الاهلي. كابتن محمد يوسف مش عارف النظره دي مش عاجباني شويه، عندك تعليق على كلام هاني؟ ده بالعكس خالص، لا 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 ما شاء الله حبيبي نظره الرضا نظره الرضا كويس، والنبي مش عايز نظره الرضا دي ليه؟ مبسوط منك يا مبسوط منك يا كابتن يوسف. بقول لك يا كابتن محمد، كنا نوهنا بين الشوطين لبعض الاخطاء بالرغم من قله قلنا الهجمات او السيطره الميدانيه، رغم السيطرة الميدانية للنادي الأهلي وقلة هجمات الجونة، إلا أن فريق الجونة تمكن من وصول لمرمى الأهلي وجبنا هجمتين خطيرتين الشوط الأول، وقلنا يا ريت بعد المباراة نشوفهم، واحدة في الدقيقة 25 واحدة في الدقيقة 26 مباشرة، وكان في أخطاء في التغطية وأخطاء في التمركز، ممكن مضبوط. تكلمنا هو عن الأخطاء الدفاعية اللي حصلت؟ هو في موقف من الموقفين دول، الكرة عرضية اتلعبت في ظهر محمد هاني واتلعبت بالهيدرز من اسلام محارب، بس جت الشناوي قدر يمسكها. يعني بص، هو طبعا كرة القدم من غير اخطاء مش هينفع، لازم يبقى فيه اخطاء، والبعد شوية عشان كده الفترة دي مهمة جدا. انت بتتكلم دلوقتي على 10 ايام، هذه الاولانية نجيبها تاني بعد اذنكم، نجيبها تاني من اولها. بص الورقه، ادي الكره في نص ملعبنا. بص بص بص، ما ينفعش هنا طبعا في قلب الملعب، المفروض دي ياسر، ما ينفعش مش هيطوح ياسر ابراهيم، بس هي هاني مشكله عند هاني. لا انا بتكلم على الكره الاولانيه دي ياسر ومتولي في قلب الملعب، لازم لازم واحد فيهم، الكره جايه عاليه لازم واحد فيهم يبقى واخد باله. ممكن نجيبها من الاول ونشوف الاربعه اللي ورا واقفين ازاي، الاربعه اللي ورا. بص طيب. محمد هاني متأخر. بص محمد هاني دلوقتي، محمد ما انا اول حاجه محمد هاني طالع متاخر، لكن حتى انا بقى انا كسردباك في قلب الملعب ما اطمنش ان واحد جاي متاخر وابقى سايب الناس، طالما انا وانا طالع وانا طالع لازم ببص يميني وشمالي، يا اما ما اطلعش في الحاله دي، لازم انا مستني ما اطلعش واسيب محمد هاني مغطي. في النهايه الراجل ده لو قطع زي ما قطع كده ما خلاص، هو غلطة واحد بس، انا في القلب في العمق هو اللي بيتحمل المسؤولية اكتر، عشان كده انا في الحالة دي لو بصيت يمين وشمال، بص ارجع تاني معلش، ارجع تاني وبص على ياسر، على ياسر ومحمود متولي، الاثنين باصين على الكرة بس، متهيألي ياسر بالظبط، اثنين باصين على الكرة بس، ياسر طلع على طول. لو حد فيهم كان بص يمين لمح هاني، لمح بس كان هيقف، هيروح عاملها بدماغه لايه؟ للشناوي، مريحة للشناوي. مزبوط. وارد جدا الحاجات دي تحصل، وعشان كده كويس قوي انها بتحسب مباراه وديه. صحيح. برضو الكره العرضيه اللي اتعملت، هاني واقف سايب في ظهره اسلام محارب، بتحصل مع باكات، وباكات عظيمه كمان، يعني بنشوف بنتفرج طول النهار على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني بتحصل الحاجات دي، بس طبعا لازم ان عشان المباريات القادمه
وخصوصا في المباريات الكبيره في الدوري المصري ومباراه افريقيا، الحاجات دي هتبص ليها بتعمل لك مشاكل طبعا. مع فراوده الوداد، مع مهاجمين في الدوري فرق اقوى من الجونه، كل ما المباراه كمان هتمشي حساسيه اللعيبه هتزيد، وبالتالي ممكن يستغلوا كره زي دي بدماغه يقدر يسجل منها. لكن في المجمل يعني ما فيش، لان الجونه بصراحه ما قدموش العرض اللي انا اقدر اقول افاد النادي الاهلي بشكل قوي. صحيح. انا كنت عايز اتكلم يعني مع كابتن عادل في موضوع فريق الجونه النهارده واداء فريق الجونه. يعني انا لما بجيب خصم او بجيب منافس قوي بيقدر يطلع من عندي شغل، واقدر اقف شويه على الفرص بتاعتي. لكن هو فايلر قلنا في البدايه وقبل كده قلنا هو فايلر مش مقتنع قوي بالمباريات الوديه، بدليل ان في توقف، يمكن مصر كلها استغربت واتكلمت على الموضوع ده، في التوقف بتاع المنتخب الاولمبي حوالي 40 يوم ما لعبش غير مباراه وديه واحده بس، وما كانش عايز يعملها كمان. ففي النهايه هو بيعتمد على التدريب، بيعتمد على الشغل بتاعه في التدريب، بيعتمد على التجهيزات اللي بيعملها والتقسيمات اللي بيعملها في التدريب، وبيشتغل من خلالها. وشفنا لما الاهلي رجع بعد بطوله افريقيا للشباب، قصدي للمنتخب الاولمبي، الاهلي كمل ومشي بنفس الريتم اللي كان ماشي بيه، واللعيبه مشيت بنفس الريتم عادي خالص. اتوقع نفس الكلام برضو، ان بعد التوقف هتلاقي الاهلي بشكل تدريجي ماشي بنفس خطواته. الجونه زي ما قلنا اعتقد انه محتاجين شغل، محتاجين انه يبقوا في، يعني عايز اقول رتم اسرع من كده. في كام كوره كانوا طلعوا بهجمات مرتده على النادي الاهلي، بس في بطء في الهجمه المرتده، وبالتالي الاهلي رجع عمل الارتداد بتاعه وتمركزه دفاعيا كويس، فاصبحت الهجمه ملهاش اي ضعيفه وملهاش اي خطوره على مرمى الشناوي. كابتن عادل، احنا اتكلمنا عن فريق الجونه، كان الكابتن يوسف اتكلم شويه عن فريق الجونه. الفريق الجونه لو بصينا له في اللعيبه اللي عنده فيهم بعض العناصر المميزه كويس، ولكن على المستوى الفردي لما بصينا على الاداء الجماعي لقينا ان هو متسم كثيرا بالعشوائيه. الجونه عنده لعيبه كتير كويسه، ولعيبه لعبت في اماكن كويسه، يعني في جزء كبير من لعيبه الاهلي موجودين. لعيبه الجونه ممكن تلاقي الحالات الفرديه كويسين مميزين فيها، يعني كل واحد لوحده مظبوط لعيب مميز على المستوى الفردي، عند المستوى الفردي مميزين. لكن على المستوى الجماعي عندهم يعني لسه برضو احنا برضو ما نقدرش نحكم عليها قوي دلوقتي، ان احنا اتفقنا وكابتن علاء قال نقطه مهمه واحنا شغالين وكابتن يوسف، ان ما ينفعش الشغل اللي ياخده الاهلي هو الشغل اللي ياخده الجونه. صحيح. يعني الانطباع اللي هيجي لك او النتيجه اللي هتاخدها بعد تاني مباراه للاهلي غير النتيجه اللي هتاخدها من تاني مباراه للجونه. دي فرقه بتنافس وفرقه بطوله وفرقه عندها تجهيزات معينه بتشتغل عليها. فرقه الجونه محتاجه وقت، كمان بيدرو لسه، يعني اعتقد بيدرو لعب 3 او 4 ماتشات بس قبل التوقف. بس هي عندها مشكله برضه، هي فرقه الجونه عندها مشكله ان ماتش او ماتشين لو حصل كده او حصل عشوائيه دي هتلاقي نفسك تحت. ده اللي احنا بنقول بقى، ان هو ان لما اتكلمنا في الماتشات الوديه اتفقنا ان فرقه الجونه محتاجه ماتشات اكتر من النادي الاهلي، محتاجين وقت اكتر ان هم يدخلوا عكس النادي الاهلي. وبعدين كمان حتى لو انت كنت لعيب اهلي او زمالك وانت ادائك جوه الاهلي او الزمالك في الفرقه الكبيره، لما بتروح فرق اقل مردودك بيقل غصب عنك، مش مردود المهاري لكن الدوافع بتقل شويه، انت الدوافع بتبقى اكتر عندك في الفرق البطوله، لما بتبعد شويه الدوافع بتقل شويه. فدي نقطه مهمه، وانا شايف فرقه الجونه محتاجين وقت، هياخدوا وقت كبير جدا ولازم، وانا شايف ان احنا مش هتقدر تحكم على فرقه دلوقتي صعب، ولكن في حاجات اساسيه مستحيل تحصل الفريق مفيش وقت، وفي حاجات اساسيه بقى المشكله دي. انا ممكن يبقى عندي تاخير في ان انا اقدر احضر، يعني اقدر اشتغل شغل هجومي كتير، ممكن يبقى متاخر. أيوه. بس لازم يكون عندي تنظيم. ايوه انت النهارده بتتكلم في 8 او 9 فرص بتنظيم مش كويس خالص في الوقت في الشوط الثاني. أيوه. جول بتاع بادجي وجول بتاع قفشه وفي كذا كوره وفي كذا كوره الشوط الاول، في حاجات مالهاش علاقه تماما بانك انت جاهز او مش جاهز، ليها علاقه بالتنظيم. انت ممكن تبقى مش جاهز، ولكن وقفتك جوه الملعب بدل ما تجري ال 10 كيلو او ال 11 كيلو اللي بتجريهم المردود بتاعك، بتجري 7 او 8 اقل طبيعي جدا، بس بتكون واقف كويس. هي الوقفه في مشكله في التمركزات. بس بالرغم ان احنا شفنا بعض التغييرات الشوط الثاني من فريق الجونه، الا اننا حسينا ان الاداء البدني قل جامد جدا للشفيق. التغييرات بتاعت الاهلي اديتك انطباع ان الاهلي مش بيدافع. ايوه. ففرقه الجونه دفعت. بقى الملعب مفتوح عكس الشوط الاول، الشوط الاول كانوا مركزين جدا مع 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 الو ديانج والسوليه. ايوه. الشوط الثاني لما قفشه رجع
بقت في بقت الامور اسهل شويه لفرقه الجونه ودخل جونين في وقت يعني الطبيعي. وانا قاعد بتفرج بعد التغييرات دي وفرقه جابت جولين الطبيعي انها تكسب يعني. لو الجونه كان كسب انا مش هبقى بالنسبه لي يعني مش هبقى مستغرب قوي او تعادل مش هو مستغرب ان هو خلاص بقى عنده الافضليه في وقت قليل والفرقه لسه مغيره في فرقه لسه مغيره 11 لعيب فطبيعي ان انت تبقى انت المردود بتاعك اعلى. الجونه ما استغلش ده وانا شايف ان هم اندفعوا ورا ان الاهلي فتح شويه او الاهلي مفتوح وداخل فيه جولين فالامور فتحت اكتر فهي تقدر تتكلم في اي حاجه هتاخد وقتها الا التنظيم. التنظيم ده من اول يوم في فتره الاعداد من اول يوم في اي حاجه بتاخد شكل التنظيم بتاعك. انت ممكن تشتغل خططي وطبعا كابات معانا كباتن كبار تشتغل خططي من ثاني يوم او اول يوم تشتغل خططي في اخر التمرين ازاي الوقفه. ففي حاجات في فرقه الجونه لو ما ظبطتهاش لا هيبقى عندهم مشاكل كتير يعني. كابتن علام ايوب كان عندك تعليق على التكتل والتنظيم الدفاعي لفريق الجونه كنت عايز اشوف لقطه معينه كان بيتكلم فيها عادل دلوقتي. التنظيم واضح يا عادل ان من بدايه المباراه يعني هدف وليد سليمان ما هو ده شكل دفاع وتنظيم واقفين على خط واحد. يمكن في اكتر من لقطه بتوري لك شكل لعيبه الجونه يعني. كانت في هجمه قبل كده كان في ست لعيبه من الجونه بيهاجموا على النادي الاهلي. طب على سبعة ما ينفعش. انت بتتكلم انت بتلعب النادي الاهلي لازم يبقى حتى وانت بتهاجم بص المنظر زحمه انا معاك يعني 3 4 يعني حوالي في نادي 7 9 مثلا كويس انا معاك لكن بص الوقفه ازاي وبص كام الوقفه غلط الوقفه غلط صحيح. وبص المساحات من كل لاعب ازاي يا ايمن يعني مساحات كبيره جدا يعني عدد كتير بس مساحات كبيره. هي المشكله انك مش تدافع بعدد بكثافه عدديه طبعا مش انك تدافع بكثافه عدديه بس الوقفه نفسها صح. مساحات هنا اكنك بالظبط كده انت اكنك مش واقف انت بس يعني الناس زحمه وخلاص لكن كل لعيب من النادي الاهلي عنده الوقت وعنده مساحه ان هو ممكن يتحرك بالكوره ممكن ده يتحرك بره او الثاني يتحرك بره. نكمل بقى في لقطه بص المنظر طبعا ولو في كمان الناحيه الثانيه خالص فاضي يعني هات لنا ايوه لا عايزك تثبت هنا عايزك ارجع تاني بعد اذنك ارجع تاني نرجع تاني كمان بس كمان عايزة كمان سنه بس انا عايز بس كده بص لحظه واحده بص لعيب فرقه الجونه اللي مدي ظهره للكوره وبص بيبص ازاي ماشي بص اتجاهه بعد ما هيلعب لعيب النادي الاهلي الكوره بص هو هيعمل ايه. نكمل مع بعض نكمل ماشي طيب حصلت نرجع لها مره ثانيه. عامه بص يعني اللقطه دي لما الصوره وقفت انا بالظبط في 9 لعيبه من الجونه بيدافعوا على لعيبه النادي الاهلي على 3 كويس على 3 على 4 قول اي رقم منهم 6 واقفين غلط منهم 6 مش موجودين معاك في الشكل خالص. فانا بقول لك اللي بيتكلم فيه عادل طبعا صح جدا ان التنظيم والشكل الدفاع وانت بتدافع من بدايه المباراه غلط. الهدف بتاع وليد سليمان يقول لك كده سيبك التفاهم اللي حصل بين حارس المرمى والمساك لكن انت وقفتك كلها غلط. وبعدين في مشكله في لعيبه الجون كل الوقفات بتاعتهم الاربعه على خط واحد يعني بص او الثلاثه او الاثنين يعني هدف باجي في اخر المباراه اربع بص انا بص المنظر يعني كده دي هجمه كويس واتقطعت ومع لعيبه النادي الاهلي يعني. الطبيعي يا ايمن يعني بص لعيبه الجونه كام واحد موجود في بتهاجم النادي الاهلي ادي 3 6 ايوه خلاص 6 بتهاجم النادي الاهلي فانت بتنتحر ده اسمه انتحار في عالم الكوره خصوصا والضغط غلط. بص الضغط فين بقى بالظبط يا ايمن هي موضوع الضغط هنا مش ان انا ازاي اضغط وخلاص لا بص يعني الكوره دي لو مش صح خلاص بس هي طبعا اتقطعت مرتين ده في 5 6 اتضربوا ايوه انا بقول لك هم 6 اتضربوا. بص ايمن هو الضغط حتى اما اجي اضغط ما ينفعش اضغط ضغط فردي والراجل اللي ورايا فاضي صحيح لازم اضغط صح ما ينفعش انا اروح بص اقف هنا تاني اقف هنا بص ماشي 2 مع 2 وبص ده الراجل ده فين وواحد تاني بعيد يعني بص الكادر ده مثلا فيه 5 من لعيب الجونه 5 بالظبط يعني 2 4 وفي واحد هناك ادي 5 فالمشكله الجونه حتى لما اجي اضغط لازم المساحات تقل. حته التنظيم اللي اتكلم عليه عادل في الاول لازم التنظيم اللي هو ده يعني ده كان ضغط انا موافقك لان كله مع بعض كله كتله واحده ايوه بص يعني هنا احمد هنا 4 كويس واحمد ياسر ادي 5 ماشي انا موافق كمل ماشي. نكمل انت عارف هي مشكله لعيب مشكله فريق الجونه ايمن ان وهي الكره متحركه انت هنا اتفضل قول لا اتفضل يا ابني اتكلم مفيش مشكله عايز بس نرجع للكره دي نرجع الكره دي من اولها معلش في نقطه بس طب ده شغل مدرب هل في توجيه من بره من مدرب اللعيبه في نفس اللحظات ديت ولا بيدرو من نوعيه اللي هو
بيقعد اصحاب الجرافطات تشيك ما بيتكلمش. هو مدارس بقى، هي مدارس، هي مدارس، وكل واحد ليه طريقته في ان ممكن مدرب ما بيحبش يوجه لعيبته جوه المباراه حتى لو انا شايف اخطاء. لا في مدربين ممكن يبقى شايف خطا وما رضاش يغيره. اهو جات لنا اللعبه مره ثانيه، ما رضاش خطا وما يرضاش يغيره الا بين الشوطين، يقول لك ما غيرش حاجه جوه الملعب دلوقتي، غير بين الشوطين. ففي حاجات كتير مش هي دي الكره من اولها، يعني الكره كان فيها تحضير، مش دي الكره اللي بعدها يعني. عشان بس ما يبقى نكمل الكابتن علاء يكمل كلامه يعني. لا خلاص انا بقول لك ايه، بس مشكله الجونه ان الشكل الدفاعي في مش كثافه لكن بدون لازمه. المشكله ان العقليه هنا دايما ان هو طول ما انا بدافع بعدد اكتر فانا بدافع صح، غلط طبعا يعني. فانا بدافع حتى لو عدد قليل لكن انا قافل مساحات كويس قوي وعامل ضغط كويس قوي. يمكن عادي انت بتقول دلوقتي المدرب ما بيتكلمش يعني، اما خطا يتكرر مرتين ثلاثه ايما في لازم نفس الخطا لازم اقوم وزعها واتكلم، حتى لو انا مش، حتى يا سيدي لو انا ما اتكلمتش ما عملتش مثلا وحده تدريبيه عليها، لكن خطا متكرر اوجه بالظبط، لازم اوجه ولازم بالزبط. اتكلم ان ده خطا كان واضح جدا بالظبط. هنطلع فاصل ونرجع بيكم مره ثانيه حضرات الساده المشاهدين. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين والكابتن محمد يوسف. من وجهه نظرك النهارده شايف ايه اهم ايجابيات للنادي الاهلي من خلال المباراه؟ لا في ايجابيات كتير. اولا طبعا الاهداف، مساله ان انا اكسب 5 دي برضو بتاكد المباراه بتاعت سموحه. ثقه عندك اللعيبه اللي جابت اهداف ما كانتش بتشترك، يعني مثلا كهربا جاب 3 اهداف، عندك اليو باجي النهارده جاب هدف. الاثنين دول بالتحديد، يمكن وليد عنده خبرات وعنده حسيت او يعني عنده خبرات كبيره مع النادي الاهلي وسجل اهداف في مباريات مهمه يعني، لكن انا بتكلم على باجي، بتكلم على النهارده قفشه جاب جون جميل جدا برضو. الاهداف عموما دي من احسن او يعني اهم الايجابيات، ان انت بتكسب بسكور كبير. الخطوه الثانيه ان انت النهارده زودت برضو التشكيل بتاعك بعدد احسن شويه من المباراه اللي فاتت، يعني لما بتركب الاربعه ديفنس والاثنين الديفندرز بتوعهم، رحت النهارده جاي حاطط معاهم وليد سليمان وجونيور اجاييه ورمضان صبحي، انت كده بتقترب، ومروان كمان مع رمضان صبحي، انت بتقترب بنسبه كبيره قوي من التشكيل اللي هتبدا بيه مباراه امبي. فعندك الرباعي اللي ورا ثابت اللي هو معلول وياسر ومتولي ومحمد هاني مع اليو ديانجو والسوليه، الاثنين دول تقريبا او سوري السته دول بنسبه يعني 95% هيبقوا موجودين في امبي. فانت بتقترب النهارده بالمباراه بالتشكيل او بتطمن، خصوصا ان سابهم 60 دقيقه النهارده. فاعتقد ان بنسبه كبيره احد الفوائد. الفوائد كمان ان برضو بتديك علامات، يعني مثلا علي لطفي كان الفتره اللي فاتت رقم 3، النهارده علي لطفي بقى هيبقى رقم 2، فلازم يبقى عايز اقول تركيز اعلى من كده. لازم دي برضو من الحاجات الايجابيه اللي بتكشف لك مزبوط. عنها المباريات، لان انت ممكن علي في اي ثانيه يبقى في المباراه، يعني صحيح. ممكن اي ثانيه يبقى جوه الملعب، الشناوي حصل حاجه، حصل كارتاز كروت اي حاجه، فبرضو لازم يعيش. يعني ضربه الجزاء لو لاحظنا كان ممكن ينقذها، وعلي من الحراس مرمى اللي عندهم، حتى من لما كان في امبي ومنتخب قبل كده، من الحراس المرمى اللي عندهم يعني سرعه رد فعل عاليه، ومن حراس مرمى المميزين جدا. بس مهم جدا وانت في النادي الاهلي ان ما يبقاش مستبعد قوي ان انا ايه، لا ده انا هلعب فين، ده الشناوي يعني في صعوبه شويه في التصور انه يلعب وبعدين يفاجئ في كره القدم انه ممكن ايه بقى في الملعب يعني. طب هل كان من الافيد ان هو يبدا المباراه اساسي؟ هو الراجل عايز يدي الشناوي عشان يجيب رجله في الملعب بسرعه، فاهم قصدي ازاي؟ فبيبدا بالاهم ثم المهم، اللي يمكن لو عنده شويه وقت شويه كان ممكن يدي لعلي، لانه هو عايز يبدا بالشناوي عشان
هو المرشح انه يبدا المباراه اللي جايه. فدي نقطه برده من النقط الايجابيه اللي بتكشف عنها المباراه. برده محمد شكري ضربه الجزاء برده كان ممكن يتعامل فيها احسن من كده، خصوصا ان هو عمل جامب كويس. مزبوط. وهو كمان عنده المقاومات البدنيه بتاعته، يمكن هو قصير بس عنده جامب عالي وعنده مقاومات بدنيه كويسه من ناحيه القوه، فكان يقدر يعمل جامب وممكن يزحلق الكوره غير ان هو يعملها بايده. بس هو هيتعلم، بس كويس هيتعلم. انا بقول مزبوط. دي الايجابيه. خلي بالك كل ما بيحصل مواقف فيها يعني عايز اقول فيها مواقف صعبه بتعلم خبرات اعلى. صحيح. فهو شكري تاني مباراه ليه مع الفريق الاول، فاعتقد انه هيتعلم من الموقف بتاع النهارده من. صحيح. ضربه الجزاء، لان هو باك طرف، وباك الطرف اكيد كتير هتجيله الكرات اللي هي العكسيه دي معموله في ال18 بشكل دائم يعني. ففي كمان ايجابيه يعني انا برضو شايفها، اليو باجي لسه ما عملش البوند واللينك مع جمهور الاهلي، فاهم قصدي يا كابتن ايمن؟ لسه ما جاء يعني جمهور الاهلي لسه لما بيجي اليو باجي يعني عايز يكتشفه، عايز يحس بيه، لانه هو النادي الاهلي المهاجم بالنسبه للنادي الاهلي، وانت. صح. كنت مهاجم يعني هو البراند بتاع النادي الاهلي. هاني كان مهاجم برضه. ها؟ هاني العجيزي طبعا كان من المهاجمين المميزين جدا. طبعا. كان مميزين جدا. ايوه، ما انت قلت ايه؟ ما قلتش هاني؟ معلش عشان انا اللي بديل، يمكن خد النفوس ولا انا اللي بديل عشان الاسئله، عشان يمكن كابتن ايمن يعني تاريخ طبعا لعبت معاه وتاريخ، وبعدين العجيز لسه مبطل على شويه اجي عليه شويه. طيب هنروح لملعب مباراه مع الزميل كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. للاهلي دايما يبقى فيه ان هو يبقى رقم واحد، والقناه حاجه تفرح يعني. امبارح الواحد قاعد بيتفرج. كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، مباراه اكثر من رائعه. وزي ما اتكلمنا قبل المباراه، اهم من النتيجه هو الاداء، ان كل الجهاز الفني يطمن على حاله اللاعبين، التغييرات، الامور، كل اللعيب النهارده ادت قد ايه، كل الحاجات دي طبعا اكيد هنحاول نعرفها من كابتننا الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بيك طبعا، وتحياتي للكابتن ايمن شوقي، وتحيات كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، كابتن هاني العجيزي، وكابتن علاء منه. طبعا تحياتي طبعا للكباتن كلهم، كابتن ايمن وبارك له طبعا، تحياتي طبعا كابتن علاء وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني، وموافقين دايما ان شاء الله. حاجه مشرفه جدا الواحد يتفرج امبارح ويستمتع جدا بقناه النادي الاهلي والتطور اللي فيها، ودي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. اللي بتكلم على المباراه بقى يا كابتن سامي، يعني كلمنا طبعا على المباراه كلها دروس مستفاده. احنا طبعا عارفين ان المباراه الوديه النتيجه ما بتهمش الجهاز الفني على قد ما بيطمن على الحاله بتاعه اللعيبه، الجرعات التكتيكيه، الجمل التكتيكيه اللي بتتنفس في التدريب اتطبقت النهارده ولا لا، ولينا الاستفادات النهارده كانت ايه بالنسبه للمباراه دي؟ وطبعا زي ما انت قلت المباراه دي مهمه جدا، الاستعداد كويس للدوري، بتشتغل فيها على كذا اتجاه يعني، سواء من الناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه او تجهيز لعيبه اللي كانت بعيده مثلا زي رمضان صبحي والكلام دوت يعني. يمكن النهارده احنا لعبنا 60 دقيقه اكتر من الماتش اللي فات، وعشان برضو تقدر توصل تدريجيا ل 90 دقيقه. الحمد لله اداء كويس، نتيجه كويسه الحمد لله في كل الخطوط. الحمد لله الراجل اطمن على الفرقه، سواء حتى من ناحيه التهديفيه برضو، حتى بالنسبه للاخطاء اللي حصلت حتى النهارده. طبعا دي برضو حاجات تقدر تستغلها برضو اللي هي ما تتكررش في النشاط اللي بعد كده، لكن الحمد لله تجربه مهمه جدا، واعتقد ان النتائج كبيره جدا يعني، والمكاسب كبيره جدا من ماتش النهارده. قبل بقى ما استفيد معاك من المباراه، عايز اطمن على ياسر ابراهيم. احنا يمكن عرفنا ان هو سبرين انكل كده، ويتعمل اشعه كمان بعد المباراه وخلاص بعد ما المباراه انتهت، لكن طمنا عليه كده الامور ماشيه ازاي؟ سليمه يعني الحمد لله، ولا الامور ماشيه ازاي يا كابتن؟ انا ما اعرفش، زي ما انت قلت احنا طمنا من الدكتور خالد يعني، لسه هو هيعمل اشعه يعني، وان شاء الله اتمنى تكون بسيطه ان شاء الله. ياسر من العناصر مهمه جدا في الفرقه، ويمكن وصل فورمه كويسه جدا، والنهارده الحمد لله برده بيأدي كويس ويسجل هدف كويس، فاتمنى ان شاء الله اللي هو يرجع ان شاء الله اسرع باذن الله. المقارنه مطلوبه من مباراه سموحه ومباراه الجونه. انا عارف طبعا ان في استفادات فنيه في المباراه الاولى والثانيه، لكن مباراه اليوم بالتحديد كان فيها قوه، كان فيها خشونه، كان فيها امور كتير جدا، اكيد بتجهز اللعيبه الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه خلاص بقى احنا عندنا هنخش في مباراه الدوري، وبعد كده مباراه افريقيا يتحضر ليها. المباراه النهارده نقدر نقول بدنيا فادت اللعيبه بشكل كبير يا كابتن سامي. بص، هو الراجل بيبص لكل المباريات الوديه، حتى التقسيمات اللي هو كان بيعملها. يمكن احنا بدانا المباريات الوديه بيننا وبين بعض يعني، تقسيمات بيننا وبين بعض يعني، كانت برده كانت قويه جدا. يمكن النادي، يمكن القناه برده كانت مسجلاها وشافت قد ايه كان فيها منافسه كبيره بين اللعيبه يعني. فاحنا بالنسبه لنا اللي احنا بنفكر، او الراجل بيفكر في فينا احنا يعني، احنا اللي بنقيم المباراه كويس بدنيا، احنا اللي بنستغلها. احنا لازم تبقى انت طبعا صاحب الكلمه فيها، سواء بدنيا او فنيا او خططيا يعني. لكن يمكن اللي ساعدنا برده الجونه لعبت بكذا تشكيل وكذا لعيبه، فادتنا طبعا من الناحيه البدنيه.
لكن اعتقد ان هي بروفه كويسه جدا لينا يعني، وان شاء الله ان شاء الله نستفاد بيها ان شاء الله في مباراه الدوري. الاهداف بالنسبه لعدد من اللعيبه ده بيطمن الجهاز، لان اللعيب طبعا لما بيحرز هدف واثنين وثلاثه وعلى سبيل المثال كهربا بتدخله فورمه المباراه، بتخلي الحافز وبتخلي فيه جديه. بتتفق معايا في الكلام ده ولا يا كابتن؟ طبعا دي مهمه جدا، وممكن هي ديت ان الراجل دايما بيتكلم في النقطه ديت، ان حتى بيطلب من الناس المدافعين ان هم يبقى لهم فرصه كبيره في التسجيل سواء في الكره الثابته، يمكن ده حصل فعلا. بيطلب من الديفندرات اللي هم يصوبوا ويوصلوا لمنطقه الجزاء بكثافه، برده نفس القصه بيديهم اريحيه في كده. يمكن برده لاحظنا السوليه قبل الماتش اللي فات الحمد لله برده عمل تصويبه كويسه جت منها الجون، ديانج بيوصل ل 18 كتير، وليد سليمان نفس القصه، قفشه النهارده، كهربا الماتش اللي فات احرز هدفين، بادجي الحمد لله بيرجع برده النهارده التسجيل، مروان الماتش اللي فات نفس القصه. فاعتقد دي من الحاجات برضو اللي الراجل مركز عليها، اللي يبقى عندك حلول مختلفه سواء من الكره الثابته سواء من الهفاظ سواء من الفراوده سواء من المدافعين. والحمد لله يمكن برضو النهارده كان اللعيبه استوعبت كده يعني، الحمد لله وطبقته. نقطه مهمه جدا ويمكن اكيد انتم بتشتغلوا عليها بشكل كبير جدا يا كابتن سامي، وهو تحفيز اللاعبين، لان الدوري لسه ما انتهاش، وده اللي انتم بتتكلموا عليه. احنا عندنا عدد نقاط كبير، لكن انتم بتتكلموا بشكل مستمر مع اللعيبه ان لسه عندنا مباراه ولسه الدوري ما انتهاش، لان اللي يفكر في كده يبقى الامور هتبقى صعبه جدا الفتره اللي جايه. لا انت عارف حتى بالنسبه لنا يعني، او تفكير الراجل يعني، ان كل ماتش اهم ماتش بالنسبه له. لكن احنا بالنسبه لنا زي ما انت قلت عندنا اريحيه في عدد النقاط، لكن لسه الدوري ما انتهاش يعني. لكن احنا بناخد كل مباراه لوحدها. الراجل اللي بيستغل الحاجات ديت برضو عشان بطوله افريقيا مهمه جدا، اعداد كويس جدا، لازم انت توصل بدري يعني الفرق المنافسه ليك يعني. اعتقد ان ده تفكير اللعيبه، وده اللي وصل للعيبه. يمكن انت شفت من بدايه المباراه الوديه واللعيبه التركيز 100% يعني، حتى الناس التغييرات اللي بتنزل نفس القصه يعني، عندها تصميم، كل واحد عاوز ينافس، كل واحد عاوز يشارك اللي هو يكون موجود في تيم النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله ان الراجل بيتكلم في الموضوع ده كتير، واللعيبه الحمد لله مستوعبه يعني. اخيرا كابتن سامي، المباراه الافريقيه ومباراه الوداد بالتحديد 180 دقيقه احسن من 90 دقيقه، يمكن اكيد احنا عارفين ان في شوط اول سواء في المغرب او في اي مباراه وبترجع تاني هنا في مصر، ده بتبقى ليها حسابات تانية، لكن 90 دقيقه دي ممكن تصعب الامور شويه يعني. شايف القرار ازاي، وشايف القرار ده فيه اريحيه شويه ليكوا كجهاز فني ان المباراه عاده ذهاب وعوده؟ طبعا بالنسبه لنا طبعا كان فيها اريحيه طبعا، يمكن الراجل اتكلم في النقطه دي واتكلم مع اللعيبه. احنا عندنا شوطين، شوط الاول في المغرب والشوط الثاني هنا ان شاء الله في مصر، ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. وزي ما انت قلت 90 دقيقه بتبقى طبعا بتبقى تحت ضغط كبير، مهم جدا ان انت تخلص بدري عشان ما تخشش في ضربه جزاء، ما تخش في حاجه ثاني، ما تطولش الماتش. لكن اعتقد الحمد لله ان المباراتين ديت ان شاء الله، والافضليه اكتر اللي برده المباراه العوده عندنا، اتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق ان شاء الله طموح جمهور النادي الاهلي وطموحنا وطموح الجهاز، وان احنا ان شاء الله نحقق البطوله ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا يا كابتن ايمن، مباراه اكثر من رائعه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وللجهاز الفني، الكل استفاد النهارده. هي الحاجه الوحيده طبعا اللي كنا بنقول قبل الهوا، ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات، لكن ياسر ابراهيم بناكد يعني ان شاء الله ما تبقاش الاصابه قويه، لكن طبيب النادي الاهلي اكد ان هي سبرين انكل، حطه طبعا رجله في ثلج كده اول ما طلع من المباراه، هيتعمل له اشعه في هذه اللحظات ان شاء الله باذن الله ما تكونش الاصابه قويه ونطمن عليه. والحمد لله كل اللعيبه خرجت بسلام، ما فيش اي لعيبه عندها كدمات او كرامب، بتطمننا بشكل عام على كل لعيبه النادي الاهلي. وباذن الله مستمر النادي الاهلي في تدريباته، النادي الاهلي هيتدرب غدا في تمام الساعه 5:30 على ملعب مختار التتش. الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله محتاجه تكاتف ومحتاجه حماس كبير جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني وانكار الذات. يعني انكار الذات هو ده اللي احنا بنشوفه، اي لعيب بيجيب جون، اي لعيب بيحرز، اي لعيب بيودي لعيب ان هو يحرز اهداف، هي دي سمه وشعار النادي الاهلي. الكل بيخدم خدمه كيان النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا كريم. نرجع مره ثانيه وكابتن هاني، الشوط الثاني كابتن هاني شفته ازاي، وشفت ايه الاختلافات او اهم اختلافات بين الشوط الثاني والشوط الاول في اداء النادي الاهلي؟ طبعا الشوط الاول اختلف نهائي طبعا عن الشوط الثاني خالص. هل بسبب كثرة التغييرات؟ ده سبب من الاسباب طبعا، لكن السبب الرئيسي طبعا ان انت بتلعب الاول شبه فول تيم تمام، انت بتنزل نادي الجونه برده نازل باللعيبه الاساسيه بتاعته، ان هو برده مش عايز يجازف قدام النادي الاهلي، ان هو يقدر ان هو يوصل لابعد وقت من المباراه، ان هو ما يدخلش فيه اهداف. وده اللي شفناه في الاول، مقفل تقفيل، بس طبعا زي ما الكابتن علاء قال ان برده الوقفه بتاعه اللعيبه ما كانتش بالشكل المطلوب، لكن ان وليد سليمان استغل الهدف الاول اللي جه بغلط من الحارس المرمى،
لكن الشكل عامه كويس بالنسبه للنادي الاهلي. استغل طبعا انا شايف ان هي بروفه كويسه جدا للنادي الاهلي، استغل كل الاوبشن اللي موجوده في المباراه. اذا كانت يعني النهارده ياسر ابراهيم جايب هدف من ضربه ثابته زي ما الكابتن سامي قال، النهارده في باجي جايب جول من انفراد، فبرده جاي عامل اسيست برده لقفشه، فبدا اللي هو برده يعني يكشر عن ايابه او يثبت لجماهير النادي الاهلي ان هو صفقه كويسه. اتمنى طبعا ان هو يبقى في فورمه عاليه في الفتره اللي جايه دي، لان احنا طبعا النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه لازم تبقى جاهزه 100% على اساس ان لا قدر الله لو حصل حاجه لاي لاعب في الفرقه يبقى في البديل بتاعه والبديل يؤدي بشكل كويس. لكن زي ما قلت يا كابتن ايمن، ماتش بروفا كويسه للنادي الاهلي. وطبعا نادي الجونه يعني مش عايز اتكلم كتير عن نادي الجونه، لان طبعا النهارده ما قدمش المستوى المطلوب منه، تقريبا ما استفادش بحاجه النادي الجونه النهارده. كان شكل النهارده الاداء طبعا كان باهت جدا، حتى الاهداف اللي جابها ضرب الجزاء وجول تاني غلطه من احمد فتحي. وزي ما اتكلمنا وقلنا ان ممكن في مدرب يستغل لفتره التوقف كويس، وممكن في مدرب ما يقدرش ان هو يلحق ان هو يجيب اللعيبه بتاعته تاني في الفورمه بتاعتها. لكن زي ما كنا برضو قلنا كلنا ان ما فيش وقت، ان انت يعني بالنسبه لنادي الجونه ما فيش وقت ان انت تقدر تخسر ماتش او تخسر ماتشين ورا بعض، لان لو حصل كده هتلاقيك في اخر الجدول، فالموضوع هيبقى صعب عليك جدا. وبالتالي اصلا في حوالي 10 فرق او 8 فرق كلهم قريبين من بعض جدا، فاللي هيخسر في الاول مش هيقدر يلم نفسه تاني. فطبعا النهارده مبروك للنادي الاهلي، اداء كويس واداء مقنع وعوده لبعض اللعيبه كان شكلهم كويس النهارده. وان شاء الله باذن الله الماتشات الاستعداد اللي قبل ماتش انبي ان شاء الله يكون استعداد قوي، وماتش انبي يكون بروفه قويه باذن الله لماتش الوداد ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بس عايزين ننوه تنويه سريع لجماهير النادي الاهلي انها تقدر تخش على حسابات القناه وتختار لنا رجل مباراة اليوم. ماشي. من خلال فيسبوك وتويتر. كابتن علاء ميهوب، من وجهة نظرك مين هو رجل المباراة اليوم؟ في النادي الأهلي طبعًا. أكيد. لا بص يا أيمن، هي مشكلة هتواجهنا مشكلة إن التغييرات كتير قوي. والاوقات يعني كل واحد لعب، بس انا لو هتاخد رايي انا مثلا اقول لك مثلا محمد مجدي لعب وقته قليل قوي، لكن انتاجه عالي جدا. صحيح. حتى اللمسات اللي لو عملت عدد اللمسات اللي عملها وشفت الاجابات اللي فيها هتلاقيها كتير جدا، فمش مش مشكله الوقت، المشكله انتاجك انت ايه. انا من رايي انا محمد مجدي. كابتن عادل، انا برضو شايف بتفق مع كابتن علاء، وانا شايف ان هي مواصفه يعني. وليد ادى الشوط الاول هايل، وليد كان احسن لعيب في الشوط الاول، وقفشه كان مميز جدا في شوط تاني، الاثنين يتقاسموها يعني. ولكن هنقدر نقول قفشه عشان قفشه برضه سجل هدفين، فممكن تديه الافضليه ان هو يبقى رجل مباراه يعني. كابتن هاني العجيزي والاسباب. ما ينفعش بثلاثه، لازم اثنين. لا ماشي، هو واحد. هو واحد كمان. طيب هو بس طبعا قفشه ما فيش خلاف عليه طبعا، لان زي ما الكابتن علاء قال الراجل نزل احرز هدفين وعمل اسيست جاب منه بادجي جول. لكن برضو في ياسر ابراهيم الشوط الاول، انا شايف ان ياسر ابراهيم برضو يستحق ان هو يبقى مناصفه بينه وبين قفشه، لان ياسر ما شاء الله عليه النهارده غطى في واحده كان سهل جدا ان هي تدخل فينا جول، وجاب احرز هدف كمان، هدف رائع بدماغه. فده غير طبعا الاداء الرجولي ليه. طبعا ياسر معروف عنه ان هو راجل في الملعب ودايما في المواقف الصعبه يعني. ممكن يا كابتن ايمن ممكن تلاقي ياسر ما بيلعبش خالص بقاله فتره بعيد، لكن اول ما تيجي مثلا يحصل مناسبه ان هو يجي يلعب بتلاقيه فعلا راجل واقف على رجله وبيأدي بشكل كويس جدا. وده اللي انا عارفه عن ياسر من ايام ما كنا مع بعض في سموحه، لكن هو لاعب راجل فعلا. وانا شايف ان مجدي قفشه الشوط الثاني وياسر المناصفه مع ياسر في الشوط الاول. اختار لنا واحد، مش عايزينك توهنا. واحد؟ طب عشان ياسر بقى مصاب ممكن نديها لياسر. كابتن محمد يوسف والاسباب. قفشه ووليد سليمان. الشوط الاول قفشه، الشوط الثاني وليد سليمان، الشوط الاولاني وليد سليمان، الشوط الثاني قفشه.
الاثنين ادوا اداء عالي. قفشه قدر يعمل هدف ويجيب هدف، وليد احرز هدف في هو المبكر. الاثنين من اللعيبه المميزين لما بيبقوا يعني في حالتهم النهارده، اتحركوا وفي استلام وفي حيويه في ادائهم، بيفرقوا جدا مع النادي الاهلي وبيظهروا النادي الاهلي. فانا رجل مباراه هم الاثنين دول، والتغييرات كتيره طبعا، فخلت بقى قفشه الشوط الثاني ووليد الشوط الاول. ولو اخترنا واحد من قفشه ووليد؟ ايوه. انت مصمم حد لازم يعني واحد عشان لازم هنا في اثنين وهنا في اثنين. محمد وليد؟ اختار محمد وليد؟ محمد وليد. ممكن او وليد محمد. وليد قفشه. قفشه بقى، قفشه لانه صنع هدف وجاب هدف. جاب هدفين. يعني وجاب هدفين على ضربه جزاء. يبقى احنا الاغلبيه دلوقتي محمد مجدي قفشه هو رجل المباراه. كويس. اخر سؤال برضو لينا احنا الاربعه، هل قدر يتعامل مستر فايلر النهارده مع اخر مباراه وديه بفكر هجومي مختلف عن المباريات اللي فاتت؟ بما اننا اتكلمنا عن الفكر الهجومي لمستر فايلر. لا، مستر فايلر فكر هجومي واضح من اول يوم جه في النادي الاهلي. بس تغير فكرك الهجومي ده حاجه مش سهله، لكن انت هو من اول يوم الراجل فكره واضح، خصوصا في الثلث الاخير ازاي يتحرك، ازاي يبقى يلاقي دايما الثلاثي اللي احنا اتكلمنا عليهم، اخسر ثلاثي هم دايما راس تحت راس الحرب. لكن انا شايف ان هو فكر هجوم واضح جدا النهارده. النهارده ايما لو اتكلمنا على التجربه بشكل عام للنادي الاهلي، انا شايف ان هي تجربه مفيده، ماليش دعوه بالنتيجه وماليش دعوه بالمنافس، انا بتكلم على شكل اداء لعيبه النادي الاهلي. بدنيا تحس ان لا، ان الحاله البدنيه مطمئنه، حتى اللي لعب 60 دقيقه 60 دقيقه طالع مش تعبان. يعني لو شفت لو شفت شكل لعيبه النادي الاهلي وهم بيغيروا، لا مش اللي هو تعبان او في كرشه نفس، لا الامور اعتقد ان هي كويسه. عشان كده هو زي ما بقول لك انا واتفقنا كلنا في الاستوديو ان هو ما عملش مباراه وديه كتير السبب ده، هو عارف لعيبه النادي الاهلي واقف فين بالظبط. كابتن عادل. لا انا شايف في يعني الاداء الهجومي بعد فتره التوقف هيبدا يتطور فيه حاجات. قبل التوقف كان في حاجات كتير موجوده، ولكن بعد التوقف هتبقى في حاجات، يعني انا شايف ان في حاجات زادت. لو جبنا اي لقطه، اي لقطه مش في دقايق معينه، لاي كره تطلع على الطرف من الاطراف من على الفريق الاهلي، هتلاقي ان جوه ال 18 خمسه او سته لعيبه كل الكور. اي كره لو جابوا لنا اي لقطه عشوائيه لاي كره راحت على طرف من الاطراف، هتلاقي ان في اربعه متواجدين، الباك موجود، والاربعه الاثنين راس الحرب او رقم 9 ورقم 10 والاثنين وينج ومعاهم ديفندر كمان. صحيح. هتلاقي ان الكره دي طول الوقت موجوده، ودي مع الوقت بتديك انت احساس وانت بتلعب. حتى يعني في تعليقات سامي كمان ان احنا طول الوقت مستر فايلر طول الوقت بيتكلم على الجانب الهجومي، هتلاقي صح. كل اللعيبه بتدخل ال 18، ودي حاجه مهمه جدا وصعب على المدافعين. يعني صعب الفرق انك تبدا تعملها تكتيك دفاعي بسهوله. يعني كابتن هاني، انا شايف فعلا ان في شغل معمول في الشق الهجومي قدام، ان في ناس كتير بتروح زي ما كابتن علاء قال وزي ما كابتن عادل قال، ان الناس كلها عايزه تثبت نفسها. كابتن ايمن، الناس كلها عايزه تقول ان احنا موجودين، بدليل النهارده ان في ناس يعني بادجي جاب احرز هدف، قفشه جاب جولين، الناس كلها عطشانه عايزه تثبت لنفسها، تثبت للراجل ان هي موجوده وان هي تستحق ان هي تبقى موجوده الفتره اللي جايه. وده شفناه النهارده في المباراه. وفعلا زي ما قلت عادل برضو قال ان في كثافه فعلا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. والماتش اللي فات برضو ماتش سموحه، كنت شايف ان عمرو السوليه برضو كان بيأدي الدور الهجومي بشكل كبير جدا، وحته الشوط عنده بيزودها. وبادجي نفسك اليانج برضو نفس الكلام، الراجل برضو عنده الحته الهجوميه فعاله جدا. فانا شايف ان الراجل فعلا شغال على الفتره دي في الحته الهجوميه بشكل كويس. يعني كابتن محمد يوسف، وعندي طياره كمان ساعتين. اشمعنى كابتن يوسف؟ يعني في الاختصار لو سمحت. عايز الاختصار. الراجل من اول ما جه وشغال على الحته الهجوميه، وبيطلب من اللعيبه انها تهاجم. طيب بكده اعزائي، بعد كده كابتن ما تبقاش تعمل طيران بعد الاستوديوهات. طيب ماشي، تبات وتبقى تسافر بكره بالسلامه. بكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي. بنشكر نجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب، الف شكر. شكرا يا مدرسه، بالسلامه ان شاء الله. كابتن عادل مصطفى، الف شكر. كابتن هاني العجيزي، الف شكر. توصل بالسلامه كابتن، ترجع لنا. كابتن محمد يوسف، الف شكر. والشكر ايضا موصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل اللقاء بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.